ما هي الأدعية الواردة في دعاء القنوت ذكرت قبل ذلك هذا الدعاء النبوي الجليل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت وفي لفظ وقني واصرف عني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وراى الامام احمد واصحاب السنن الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي بسند صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك و في روايه عند عبد الرزاق في مصنفه والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع اي من الركعه الاخيره قنت بعد الرفع من الركوع اي في الركعه الاخيره ورفع يديه وجهر بالدعاء. وأيضا عن أبي عثمان النهدي عن عمر أنه كان يقنت بعد الركوع وعن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت فقال بعد الركوع فقلت عمن؟ يعني عمن عم اخذت هذا الحكم فقال عن ابي بكر وعمر وعثمان والحديث رواه احمد وابن ابي, ش... وابن أبي شيبه بسند حسن اذن يجوز القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع في الركعه الاخيره وكذلك قبل الركوع في الركعه الاخيره ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت